السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من قناة أم رايحة أنا وعمران. كنتمنى إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم إن شاء الله عجين مورق اللي كيجي ساهل وناجح، وغنحضروا به إن شاء الله ميلفي. كيكون سريع، فكنتمنى ان شاء الله ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم واشتراك الى عجبكم الفيديو. اذا على بركه الله تابعوا معايا المكونات وطريقه التحضير. واول حاجه ان شاء الله غنبداو بها هي الزبده. غنحتاج 250 غرام او ربع من الزبده، تكون خاصه بالتوريق لان الزبده ديال التوريق ما كيكونش فيها الحليب بزاف، اللي من بعد غادي يعجل لينا العجينه ديالها ويخسرها او ما كتجيش مورقه. الزبده اللي عندي هنايا انا كنت واضعها في المجمد حتى جمدت مزيان، ثم كنبدا نحكها او نبشرها في الحكاكه بهذه الطريقه كما كتشوفوا. كنوضع الزبده في الدقيق ثم كنحكها باش بهذه الطريقه ما كتلصقش ليا الزبده في الحكاكه. صافي كنستمر على هذا الشكل حتى كنكمل كميه الزبده اللي عندي كامله، ثم كنحتفظ بها في الثلاجه حتى نوجد العجين. وغنحتاج ان شاء الله العجين 500 غرام من الدقيق الابيض يكون خاص بالحلويات، وغنحتاج كذلك 4 معالق كبار من الزيت النباتيه، وغنحتاج 2 معالق كبار من الخل، ونصف ملعقه صغيره من الملح، وملعقه صغيره من السكر حبيبات. وغنحتاج كذلك لجمع العجين الماء يكون بارد، الا كان الجو بارد فكنستعملوا الماء عادي من الصنبور، والا كان الجو ساخن فكنستعملوا الماء يكون بارد من الثلاجه باش من كنجمعوا العجين كتجمع لينا وما كتكونش في اليد ديالنا مطلوقه او مرخيه، والا كانت مرخيه ما غاديش تنجح معكم العجين المورق. صافي كنضيف المكونات ديالي على الدقيق وكنبسس بالدقيق جيدا، ثم كنبدا نضيف الماء البارد تدريجيا وانا كنجمع. وردوا البال كما قلت لكم باش ما يجيكمش العجين مرخي، لان العجين خاصو يكون قاصح وشاد في راسو. من بعد ما جمعت عندي العجين كنرش الدقيق فوق سطح العمل وكنسرح العجين بالدلاك، كنحاول كنسرحها جيدا، ولكن في نفس الوقت ما تكونش رقيقه بزاف، هو كيبان لكم السمك اللي خاصها تكون عليه العجين. ثم كنجبد الزبده ديالي اللي حكيت من قبل، الزبده ديال التوريق، وكنبدا نوزع فيها على العجين ديالي كامل وبطريقه متساويه. واخا تبان لكم الزبده مجموعه في شي قسم من العجين، كتعاودوا تهزوها باليد ديالكم من ديك البلاصه وكتعاودوا تحولوها وتوزعوها، المهم ان العجين يجي كله فيه الزبده بهذا الشكل كما كتشوفوا. بعد ما وضع على العجين كامل فكنبدا نلف او كنطوي العجين على شكل حلزوني كما كتشوفوا، راه الصور كتوضح كل شيء. ثم كنعاود نسرحها بهذا الشكل، كنزيد ليها شويه في العرض وشويه في الطول باش نلقى كيفاش نعاود نطويها بهذا الشكل كما كتشوفوا. ثم كنطويها بحال شكل مسمنه او كتاب، ها كنعاود نسرحها مره اخرى ونعاود نطويها بنفس الطريقه اللي طويتها بها المره الاولى. صافي، وبعد ما كنديروا لهذيك العمليه ديال الطي مرتين فقط فكيكون عندنا العجين جاهز كما كتشوفوا. هو قطعته لكم من الوسط باش تشوفوا الشكل ديالو باينين فيه الطياس، وكيبقى هذا هو اسرع عجين مورق، وفي نفس الوقت كيجي ناجح وما كتضروش انكم تبقاو تدخلوا العجين عده مرات للثلاجه، فكتقدروا تخدموا به مباشره او تخليه واحد نصف ساعه في الثلاجه وتستعملوه، او كذلك لما بغيتوش في نفس الوقت ممكن
انكم تدخلوه المجمد، فما كيخسر ما في العجين ما فيها لا بيض لا حتى شي حاجه، ما كيوقع لها حتى حاجه. كما كتشوفوا هنا فانا خدمت بالعجين مباشره، سرحت العجين على القياس اللي عندي ديال الطاوات ديال الفرن كما كتشوفوا، وكندير فيها الثقوب اما بهذه الاداه واما بالفرشيط، ثم كندخلها. من الاحسن ديروا الورق الغذائي، ودخلتها للفرن على نار مهيله حتى كيتكونوا لينا دوك الطبقات اللي كنعرفوا في العجين المورق، وكتكون محمره جوج، ونخرجوها ان شاء الله. دابا غندوز معكم ان شاء الله باش نحضروا لا كريم باتيسير واللي غنحتاجوا فيها ان شاء الله الساشي من السكر فاني، وثلاثه المعالق كبار من السكر حبيبات، غنحتاجوا كذلك مايزينا جوج معالق كبار، وغنحتاجوا كذلك نصف لتر من الحليب، وغنحتاجوا جوج اصفار البيض. اول حاجه كنوضعوا الحليب ديالنا وكنقصوا منه تقريبا ربع كاس من الحليب كنقصوه، هما تبقى كنديروه في كاسرونه وكنديروه فوق النار حتى تبدا تطلع فيه الغليه. في نفس الوقت كناخذوا جوج اصفار البيض في اناء، كنضيفوا لهم السكر حبيبات، وكنضيفوا لهم كذلك ساشي ديال الفاني، ثم كنطربوهم بالطراب الكهربائي حتى يولي اللون ديالنا يولي ابيض فاتح كما كتشوفوا. بعد ما كيولي عندنا الخليط على هذا الشكل، كنضيفوا ربع كاس من الحليب البارد اللي كنا نقصناه من نصف لتر، باش نقدروا نذوبوا فيه جوج ملاعق كبار من مايزينا او نشا الذره، ثم كنخلطوا الكل جيدا حتى كيذوب لينا داك النشا مع الحليب وكيتجانس الخليط بهذا الشكل. ثم في هذه اللحظات كيكون الحليب ديالنا طلعت فيه الغليه، كنبداو نضيفوا فيه تدريجيا كما كتشوفوا مع التحراك حتى نتاكدوا بان الخليط كله متجانس، ثم كنرجعوا الخليط كامل للكاسرونه وكنرجعوه فوق النار اللي تكون مهيله كما كتشوفوا مع التحراك المستمر. الا جهدتوا النار او لا غفلتوا عليها فممكن تحرق لكم وغتولي لا كريم باتيسير فيها ريحه الحراق. صافي كنواصلوا التحراك حتى كنحصلوا على كريمه عاقده بهذا الشكل كما كتشوفوا، الا وقف التحراك فغيبان لكم فيها فقاعات. صافي في هذه المرحله كنطفي النار وكنضيف ملعقه من الزبده، من الاحسن تكون حيوانيه لانها كتكون لذيذه، نسيت ما ذكرتهاش لكم في المكونات. كنوضع الملعقه ديال الزبده وكنحرك حتى كتذوب، ثم كنكب لا كريم باتيسير ديالي في شي اناء وكنغطي ليه الوجه ديالو بالبلاستيك الغذائي، وكنتاكدوا ان البلاستيك الغذائي يكون ملامس للكريمه باش ما تكونش عندنا قشره من الفوق. ثم كندخل الكريمه ديالي الثلاجه حتى كتشد راسها، وهذا هو الشكل ديال العجين ديالي المورق بعد ما طيبته في الفرن كما كتشوفوا، كيجي مذهب كيبغي نار مهيله باش تكونوا لكم دوك الطبقات في العجين المورق كما كتشوفوا، راه باين التوراق فيه. دابا ان شاء الله غندوزوا باش نصايبوا ان شاء الله الفوندو، هو اللي بغى يشريه راه كيتباع، ولكن من الاحسن انا كنفضل انني نحضره في المنزل كيجيني احسن. ودابا ان شاء الله ندوز معكم باش نحضروا الفوندو، اللي ما بغاش يحضروا منزليا فكيتباع عند الناس اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. وغنحتاجوا فيه ان شاء الله بيض، بيضه واحده تكون في حراره المطبخ، غنضع ان شاء الله في اناء وغنضيف عليها قبصه من الملح، وغنضيف عليها كذلك ملعقه صغيره من الحامض، ثم غنبدا ان شاء الله نطربهم بالطراب الكهربائي جيدا، وكنبدا نضيف في نفس الوقت السكر الناعم او السكر كلاصي، وضروري هنا انه يكون منخول، كنبدا نضيفه تدريجيا حتى كنحصل على خليط اللي غادي يكون كريمي. انا غنوريكم ان شاء الله الشكل ديالو، كنبداو نضيفو فيه تدريجيا، ما تضيفوش كميه كبيره وتحصلوا على كريمه قاصحه بزاف. كما كتشوفوا هذا هو القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه في الفوندو ديالكم. صافي دابا هنايا كل شيء موجود عندي، لا كريم باتيسير، لا جينواز خرجتها من الفرن، وكذلك الفوندو، فغنبدا ان شاء الله في المونتاج.
كناخذ العجين المورق ديالي وكنقطعه بهذا الشكل. انا صراحه درت مسطره باش تكون عندي القطع متساويه. ثم كنبدا نوزع عليها لا كريم باتيسير كما كتشوفوا بهذا الشكل. لا كريم ديالنا راه كتجي زوينه وكتجي عاقده وشاده راسها. انا صراحه ما خليتهاش مده اطول. ممكن نتوما تحضروها من الصباح وتخليوها الا كنتوا غتستعملوها في العشيه. نكمل الكريمه ديالي ثم كنضيف طبقه ثانيه من العجين المورق ثم طبقه ثانيه كذلك من لا كريم باتيسير ثم الطبقه الثالثه من العجين المورق. وفوق الطبقه الثالثه فكنوزع الفوندو اللي حضرت معاكم اللي سبق وخديت منه كميه نقصها ديال الفوندو اللي غنضيف ليها الكاكاو المر باش نحصل على اللون الاسود كما كتشوفوا. وبعد ما حصلت على هذا اللون الاسود من الفوندو درته في بلاستيكه ودرت فيها ثقب وكنحاول ندير بها خطوط بهذا الشكل. ومن بعد كناخذ سكين او عود وكنحاول ندير بها النقشه المعروفه ديال ميلفي. كنبدا طالعه ونازله بهذا الشكل كما كتشوفوا باش كنحصل على هذا الرفيفي. صراحه صدقوني كتكونوا تخدموا فيها وانتم مستمتعين وكذلك وليداتكم لانهم كتجيهم بان شي حاجه صعيبه وفاش كتشوفوا الام ديالهم كتحضرها لهم في المنزل فكيحسوا بواحد السعاده. صراحه كتجي اكثر من رائعه وكيجي المذاق ديالها لا يقاوم لانها باقة جديده يعني فيها واحد القرمشه رائعه جدا. هاد القرمشه كنوا متاكدين انكم ما تلقاوهاش في ميلفي اللي كتبع في الزنقه لان هذه كتكون جديده عاد حضرتوها. اذا الى عجبكم ان شاء الله لا فيديو ديال اليوم فما تبخلوش عليا بلايك، ولا كنتي اول مره كتزور القناه فتضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس باش توصل بجديد القناه. كنشكركم على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله.